العراق احنا اللي نشوفه هسه، فهذا اسمه ضحك على الزقون. هذا مقاول جرائم الامين، مقاول جرائم مدير عام، جابه تعال تعال هذا الشارع وطلعت المالات والشارع والناس هم اللي اكلوا الوضعيه. نعم يا ترى الحال اللي موجود بشارع المتنبي دا تشوف عمر، يمكن الصورة واضحة أمامك، دا تشوفها الصورة مال والله يا المتنبي. شوف يا هسه أنت دا تشوف الصورة مال المتنبي قدامك تنبي عمر، شوفها يا عمر، شوفها ياسر. أنا شباب، خلوا المصور يطلع لي الشارع. باع عمر، نعم باع نعم الحال، باع الحال، باع الأبنية، باع هذا المفروض شارع يتم الاهتمام ياسر، به. هذا الشارع هو من أهم الشوارع الموجودة بالعاصمة العراقية بغداد. يعني لازم هذا يكون هو المركز الأول بالرفاهية، المركز الأول بالنظافة، المركز الأول بالرصيف، المركز الأول بالشارع مالته بكل التفاصيل. ليش؟ لأنه هذا يمثل حضارة بغداد، يمثل أبو جعفر المنصور اللي بنى بغداد، يمثل المثقف العراقي، يمثل تاريخ العراق، يمثل تاريخ بغداد، يمثل تاريخ أهالي بغداد. يعني لازم يكون به اهتمام. واقع حال وأمين الشارع. بغداد، أمين بغداد يجي يزور هذا الشارع. السلام عليكم، شلونكم، شو اخباركم، يشتغلون قدامه بعدين في مال يحط ويروح. ما كنت شيء، هذا مو شغل، هذا اسمه ضحك على الدخول. لازم اكو خطه. تعال يا المقاول، انت خذ هاي المقاول، يوم واحد استلمت يوم 90 سلمني، بس سلمني يوم 90 جاي بينك المحاكم. مو ابن عمك وابن خالك وهو قاعد 10 سنين وموقع له شهر، من ياكل هاي؟ ياكل هاي المعلمات وياكلها المواطنين. انت قلتها في البدايه لانه هو المتنفس الوحيد يوم الجمعه للمثقف العراقي، للمثقف العراقي وين يروح؟ بس السؤال الله يخليك، وين يروح يتمشى المثقف العراقي؟ وين ياخذ عائلته ويروح يتمشى وين؟ انطيني مكان واحد. ماكو عمر، ما عندنا، انا قلتها في البدايه، قلت منه احنا عندنا المتنفس الوحيد ببغداد هو شارع المتنبي، يوم الجمعه من الصبح لحد الظهر العالم تطلع. هسه انتم حتى هذا شارع المتنبي جيتوا ولستوها بي وخربتوا. والله يا اخي عجيب، عجيب هالبلد هذا، عجيب من يقود العراق. ايش دا يسوي؟ ما دا يشوف دوله رئيس الوزراء تابع امين بغداد، شوفه قول له عمي تعال الله بالخير عليك، هاي ايش وقت استلمتوها؟ ايش وقت يتم انجازها؟ اعطونا الكشوفات، وين اللجان؟ نوصل الى حل.